السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم إزاي تعرف إن أنت عندك ضعف في عظامك. بداية لو حبينا نسأل سؤال، إيه هو أكبر عضو في جسمنا؟ أكبر عضو في جسمنا الجلد، وده عضو ظاهري عضو خارجي. بمعنى لو حصل أعراض، حصل أي علامات على الجلد، سهل نشوفها بعينينا وسهل نشخصها ونكتب لها العلاج المناسب. طيب عظامك بتشكل البنية الداخلية لجسمك، طب لو حصل فيها أي علامات هنعرف إزاي؟ مش هنقدر نشوفها بعينينا. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا هقولك 8 علامات بتدل على ضعف العظام. أول علامة، بيحصل لك آلام في العظام وآلام في العضلات وتقلصات في العضلات متكرر، وخصوصا مع المجهود البسيط. بعض الناس ما بتعرفش تفرق ما بين ألم العظام وألم العضلات، وبعض الناس بتعتقد لو عظامها ما فيش فيها ألم يبقى عظامها سليم. لو عندك ألم في العضلات أو عندك تخلصات في العضلات وخصوصا مع المجهود البسيط، اعرف ان انت عندك ضعف في العظام. طب العلامة التانية، مش قادر تحافظ على نشاطك. زمان كنت بتنزل وبتتحرك وبتمشي، دلوقتي مع أقل مجهود يحصل ألم في ريه الظهر، يحصل ألم في المفاصل. دي علامة بتدل على ضعف العظام. طيب تالت علامة، نقص فيتامين د. طيب نقص فيتامين د علامة ولا سبب؟ نقص فيتامين د في جسمك سبب من أسباب ضعف العظام. علشان كده نصيحة لكل الرجال والسيدات بالذات بعد سن 50 سنة، لازم تعمل فحص دوري لفيتامين د في جسمك على الأقل كل 6 شهور. لو لقيت نقص فيتامين د لازم تاخد علاج حفاظا على صحة عظامك وتمنع أي آثار جانبية ممكن تحصل في المستقبل. طيب رابع علامة، بيحصل تقصف في ضوافر ايدك بسهولة. ضوافر ايدك هشة سهلة تتكسر، وخصوصا لو انت من الناس اللي ما بتشتغلش بايديهم كتير. ده علامة على نقص الكالسيوم في جسمك، والكالسيوم يعتبر المعدن الاساسي لقوة وصلابة العظام. فلو عندك العلامة دي اعرف ان انت عندك ضعف في عظامك. طيب خامس علامة، طولك بينقص. مع ضعف العظام بالذات في منطقة فقرات الظهر، العظام الموجودة في المنطقة الصدرية بيحصل فيها انكماش، مع الانكماش بيحصل نقصان في الطول. فنصيحة لكل الرجال ونصيحة لكل السيدات، لازم تكشف على طولك بشكل دوري حتى على الأقل لو كل 3 شهور مرة. لو لقيت طولك بينقص اعرف ان انت عندك ضعف في العظام. طيب سادس علامة، شكل جسمك بيتغير. ابتدى يحصل تقوس في ظهرك بالذات في المنطقة الصدرية بتاعت الظهر، ابتدى كتافك تطلع لقدام، ابتدى شكلك يبقى منحني والشكل ما بيتغيرش لو انت جالس او انت واقف. لو حصل تغيير في جسمك ملحوظ اعرف ان انت عندك ضعف في عظامك. طيب العلامة السابعة قد تكون بالنسبة لك مفاجأة. في بعض الأماكن في جسمنا ممكن تحصل فيها علامات بتدل على ضعف العظام وانت لا تتوقع انها تكون موجودة. اللثة، لو حصل انكماش في اللثة عندك حوالين الأسنان، حجم اللثة بيقل بشكل تدريجي، ده معناها ان عندك ضعف في عظامك. لان لما بيحصل ضعف في عظام الفك بيكون معاه انحدار في حجم اللثة في الأسنان. علشان كده متابعتك مع طبيب الأسنان بشكل دوري مهم جدا عشان نكتشف أي علامة من علامات ضعف العظام. طيب آخر علامة بتدل على ضعف عظامك، قبضة إيدك. هل قبضة إيدك بنفس القوة بتاعت زمان؟ هل لسه بتعرف تفتح علبة؟ هل لسه بتعرف تشيل غطا من على العلبة؟ ولا حاسس ان ايدك مش قادر تشتغل بيها؟ لو حاسس ان هي قبضت ايدك قوتها قلت، دي علامة بتدل على ضعف عظامك. لو عندك اي علامة من العلامات اللي احنا قلناها، ده معناه ان عظامك ضعيفة، لازم نكشف ولازم نعمل الفحوصات اللازمة عشان نتأكد في اي مرحلة احنا موجودين وايه العلاج المناسب اللي ممكن نحصل عليه عشان نحافظ على عظامنا ونتجنب حدوث اي اثار جانبية أو هشاشة أو كسور في عظامك. فيديو صغير، وأتمنى
المعلومات اللي فيها تكون مفيدة ليكم، وتنسوش شعرنا في القناة عظامك سليمة انت في صحة. السلام عليكم.